السلام عليكم، أهلا بيكم. نكمل بقى النهاردة الحاجة الثالثة، هل المرأة سعيدة في حياتها اليومية بعد ما تساوت مع الراجل؟ وكمان في الزمن ده بقت في بعض الأحيان أحسن من الراجل. وحقيقة لما نيجي نشوف الوضع بصورة كلية، نلاقي إن في جزء بسيط جدا من الحريم هو اللي شغال، والأغلبية الحريم لسه برضك زي ما هي في البيوت. لكن تعالى بقى نشوف الآثار السلبية اللي ترتبت على إن الشوية الصغيرين اللي هم خدوا الوظائف المهمة في كل بلد أو جزء كبير من الوظائف المهمة، أثروا برضك ولا ما أثروش؟ أثرهم. يعني إيه؟ لما الست خدت بعض الوظائف من الراجل ده كان ممكن يتجوز واحدة واتنين وتلاتة، كان ممكن يصرف ويعول أسر، في حين ان احنا بنشوفش الكلام ده مع الحريم او مع السيدات، ان هم يخشوا لهم دخل زيادة بيحوشوه يجيبوا بيه حاجات يصرفوها على نفسهم، ما بنشوفش ان هم بيدبروا الفلوس ديت ويحاولوا حتى ان هم يستثمروها، او حتى يحاولوا ان هم يساعدوا الناس الفقراء والناس الغلابة. والحتة دي اصلا مش عند الست عموما، اللي هي يبقى عندها حكمة في توزيع الفلوس، او هي مفكرة ان الفلوس دي بس جايلها لوحدها وده رزقها بس، حتى في جوه بيتها ما بتوزعش الفلوس دي وما بتسمحش ان هي تتوزع بيها. ف ان الفلوس تبقى مع الست، هي بتعتبرها لنفسها بس. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية، هي سعيدة بقى بالكلام ده؟ هي اولا اغلب الحريم او اغلب السيدات الموجودة وشغالة ما هي سعيدة. ليه بقى؟ ليه ما هي سعيدة؟ اولا هي خدت فرصة من الراجل، تمام، بحيث ان هي بعد كده هتعمل بيها ايه. يعني اتنين، انا اتنين جاي لي يتقدموا في الشغل وانا خدت الست، لما الست تاخد الوظيفة والراجل يقعد في البيت، طيب مين اللي هيتجوز ومين اللي هيتقدم للجواز؟ الراجل. طيب لما الراجل يروح يتقدم للجواز، احنا عايزين منك، عايزين منه ايه؟ انتوا اصلا ما اديتوش شغل، انتوا خدتوا شغله، عايزين منه ايه؟ فبتلجأ ان هي تتجوز واحد غني زيها. فغالبا لما بتتجوز، يعني في مشاكل كتير طبعا في جواز الاغنياء، وطبعا يعني ما بتخلاش كل بيوت من مشاكل، لكن خاصة مع لما هي تبقى غنية بتفرض شروطها على الراجل، والراجل ما بيقبلش كده، وعادة بينتهي الجواز بالطلاق، او بينتهي الجواز ان هما بيجيبوا خدامة، واصلا هي ما بتكونش ربة منزل وما بتربيش اطفال كويس وما بتطلعش جيل كويس. فدي من النقط المدمرة للأسرة. لما نيجي بقى برضك نشوف على مستوى يعني الحريم اللي شغالة كلها، هي ما بتقبلش ان حد يجي يطلب قيتها اقل منها في المستوى، في حين ان الاغنياء من الرجالة مهمش كتير، وكمان يعني ما هما ما بيعددوش الزواج كمان، يعني ما تلاقيش، مش كل الاغنياء تلاقيهم متجوزين واحدة واثنين وثلاثة، فدي مشكلة برضه كبيرة. يبقى هي اولا اذت نفسها ان هي خلاص بقت عايزة ليفل معين، وغالبا يعني مش كتير بيحصل على او هي بتشوف ان الناس اللي اقل منها ما ينفعش يتقدموا لها للجواز او يتجوزوها، لانها بتبص لها من ناحية مادية. تمام، بتبقى خايفة على فلوسها، وبتبقى خايفة ان حد يجي ياخد فلوسها. دي وجهة نظر عموما، يعني دي وجهة نظري. طبعا في استثناءات وفي شواذ لكل قاعدة، لكن احنا بنقول دي يعني اللي الواحد بيشوفه. وغالبا يعني طبعا هي بتكون مبسوطة في حاجات معينة، ان هي بتروح تعمل شوبينج، بتشتري، بتكيب، بس احنا بنتكلم ان السعادة في الدنيا هي مضمونها الأسرة. أسرة سعيدة يعني حياة سعيدة، واللي ربنا بيوفقه ان هو يعمل كده هو ده بيكون اسعد واحد في الحياة. مش شرط ان هو يكون غني، ممكن يكون افقر واحد، ممكن يكون البواب بتاع العمارة، لكن ربنا موفقه انه يكون عنده اسرة وسعيد في اسرته، هو ده اكتر واحد سعيد في الدنيا، مش بالعكس، مش الغني ومش اللي معاه فلوس. وده عن تجربة يعني، وعن تجارب من الناس كتير اعرفهم اغنياء، وده عن تجربة. سر السعادة في الاسرة الصح، في الاسرة المتكافئة، والأسرة اللي كل واحد فيها عارف فيها دوره. تمام، وبس بشوف لغاية هنا كده ممكن أكون قلت رأيي في حتة إن هي المرأة سعيدة في حياتها اليومية
لما اتساوت مع الراجل. طبعا انا اتكلمت عن الست اللي شغالة، ما بالك بقى الست اللي هي ما حصلتش على شغل برضه، لان الحريم كلها مش هتشتغل. لان لو جينا نشوف التعداد الرجالة مع الستات، هتلاقي النسبة بتاع الحريم كبيرة قوي، فهم ما اشتغلوش كلهم، هو جزء بسيط منهم اشتغل والجزء التاني قاعد في البيوت. طبعا مش هيلاقي حد يتجوزه، نسبة العوانس بتكتر طبعا، لان ما فيش رجالة معاها فلوس اصلا. ما في الوظائف العالية كلها متاخدة، وهم وظائف عالية قليلة جدا بمرتبات عالية، وباقي الشغل كله بمرتبات ضعيفة. وده موضوع تاني ممكن نتكلم فيه بعدين. ودي كانت وجهة نظري عن موضوع هل المرأة بعد المساواة مع الراجل سعيدة ولا لأ. ودي وجهة نظري، أتمنى لو في حد عنده وجهة نظر تانية يعارضني ويكتب في الكومنت، ونشوف يعني ممكن نوصل لشيء.